حياتي لكم، شو اخباركم؟ اموركم؟ متابعينا الغوالي من الشمال للجنوب، تحياتنا لكم شباب. لا تنسونا باللايك ودعمكم للقناة على مود يوصلكم كل شي جديد اول باول. يوم بعيدين عن الصيد وملينا الصبح بالفصول، تقريبا 4 فيديوهات مصور وما سحاني، يعني ملاطخ الصبح الله شاهد، بس مو بالكبار بهاي الابطال، الله وكيل فعلا ابطال. طبت جوه تتعربد شباب. هسه اليوم عندنا تنظيفات بالسطيح ومهوسين، يعني مو ذيك الوساخة، هيك تراب ريش نقطع ونرجع. ورجعنا لكم شباب من جديد وطيرنا الطيور، حسبنا نصيد لكم واحد نونسكم. وهسه لميناها هذه البرة، ايش بعد عندنا؟ بعد عندنا بس الداخل مع الشباب. لمينا هسه السطح كله، يعني ما بقى شي، بقت بس الشوام. هسه على ما اجي المكرافة شباب، هسه هذا البرج راح اقطع منه، هذا الحديد يعني اقطع منه لو اوصل الاخير، على مود هم يصير كبير ماشي، وندق نبي تراش ندق بيه ونذب ذني حله، بس الوقت مو هسه. تحياتنا لكم، نقطع ونرجع على ما نكمل. ورجعنا وياكم شباب من جديد بعد انقطاع طويل شباب. وهسه السطيح كملناه، بقى بس برج المخاليف، برج المخاليف الراد الهن، ترايش ترتبن ذن واقعات. وشوية بعد عاوز اعرض والله شوية، تقريبا 3 شهور بس، يلا غلطة بعد صارت. سبيك سفنس شباب، والنكتة مو هنا الله شاهد، التعب هنا جوا بهاي السلال تعبن كلش، يعني اكثر ما تتوقعون. وهاي السلال جزعني اللي كملت هلين بيهن ضروق وبيهن ريش، يعني هو هذا الريش يعني بعده تقريبا 4 أيام 5 ينتهي، يعني ماكو بعد. كملناها هسه 24 حباية، تحياتنا لكم. وصار فد شي خبل بعد عندنا بذني صغار، والله تعبت قمت ألهث، يعني الدنيا حارة والشمس طلعت منها أبوتي تقريبا هسه الساعة بيش، هسه الساعة 7:30 إلا دقيقة. عندنا بعد شباب، عندنا بعد شباب هسه نسولف لكم عليه ماشي. وانا طير قلنا نكتب صيد اليوم، وانا هذا شباب، هذا الحني، هذا الحني وين طيرته؟ ها طيرته جوا، صار له تقريبا 4 أيام 5 أيام عايفها، لازم من جديد نرد نحبسهن، لان هاي غلطات مفروض واحد ينتبه لها. طير بالحلة والطيرة يعوف طيرته احسبه واقع مولك، لازم واحد ينتبه الحمامة بداية موسم. وبعد ايش عندنا؟ وانا بعد عندنا هم طيرة جوا، هم تركها في حلها، هم لازم من جديد ونصور لكم ذاك الفحل. الا ما لان هذا
انه تغريب زوجات. تقريب تحياتنا لكم. وهسه شباب قاعد هو الطواير المخاليف، قلت لكم يعني اريد ما السطح بيهن. طلعت هاي الجوزية واحدة، شعلب سودة اثنين، وذيك ثلاثة، شلون نشلية واحدة اثنين ثلاثة يا شباب. وبعد واحدة اكو شلون الخضراوية، وينها؟ المهم أربعة، وعندنا هذه طيرة خمسة، خلنا نحسبهن قدام المشاهدين، خمسة، وعندها هاي الزلفين ستة، هذي شو هاي ستة، وأعتقد يعني هيك أعتقد بعد واحدة، ها شباب، وذيك واحدة، هذي سبع طواير. تحياتنا لكم. يلا شباب منا ننهي لكم الفيديو، ولو شوي نخليه دقائق يعني دقيقتين بعد، هيك نخليه ولو خمس دقائق نذب لهم طعام. من زمان ما منزلين فيديو، تقريبا صار لنا اربع ايام خمسه. يلا صيد اليوم بختاية. لك محمد الحنين، لك اطبق هنا احسن لك، اطبق هنا وعلي سوينك فاطولي شينا شكو. على هذا غريب. طلع المال ولا صاحبنا. يعني مال قرابته هو عمو سوي. حياتنا لكم. قلنا نكتب لكم صيد اليوم. العملية ما كملت. يلا نخليها خمس دقائق، ومن هناك تقريب بيهن دقيقتين ثلاثة او اكثر. ايش بيهن ذن؟ شباب هسه تقريب دبرت للشامل الاسود الطيرة، وهذه هم جاهز الفحل للشعلب اسود، والكاميرلي جاهزت لها من الطيرة جوا، شفتوها قبل تقريب فيديوين او ثلاثة. يلا شباب منا وننهي الفيديو، لا تنسونا دعمكم للقناة مثل ما قلت لكم بداية الفيديو، على ايدك اليسرى مكتوبة اشتراك، تطلع لك علامة حمراء. تحياتنا لكم وثيم الله.